ادي الحكايه كلها سمسمه، حتى سمير اللي اديته عمري وحياتي، وابو البنتين اللي حيلتي غدر بيا وطفش، كل ده ليه؟ مش عارفه يا اختي. صلى على النبي يا ماما، ولا تزعلي نفسك. قطعه الرجاله وسيره الرجاله كلهم زي بعض. لا يا سمسمه، سمير غيرهم خالص. سمير عمره ما زعلني، عمره ما غدر بيا. مش عارفه هو عمل ليه كده، مش عارفه بس انا عملت له ايه ولا اذيته في ايه عشان ياذيني ويعمل فيا اللي عمله ده. يا بت يا بت، ما انا قلت لك كلهم شكل بعض وزي بعض. الراجل من دول اول بس ما يحس انه اتمكن من مراته يبتدي يلعب بديله، وده تلاقيه بس استنى شويه اتمسكن لحد ما اتمكن. لا لا يا سمسمه، سمير سيبر صبرك بال، كفايه اللي ماهر كان بيقعد يقوله له. ده غير بقى نوسه كل شويه، انت حرامي، انت سرقت شقه ابونا، انت لحد ما عمل اللي عمله وطفش. طب يا اختي نوسه ما غلطتش، ما هو فعلا حرامي. قطع لسان اللي يقول على سمير جوزي كده. جرى ايه يا بت؟ انت بتدعي عليا؟ قطع لسانك انت واللي يتشدد لك. يا بت ده غدار خاين، سابك انت وعياله وطفش، ده ملوش امان. انا يا اختي ما استحملش حد يقول كلمه وحشه على جوزي، اعذريني. طب يا اختي هعذرك، ما هو اصلك بنت خام خايبه لهفك، وانت بنت عياله صغيره وسيطر على دماغك وفهمك ان مفيش زيه. تقصدي ايه يا سمسمه؟ تقصدي ايه في يومك الاكبر ده؟ جرى ايه يا بت؟ ما انت لا عبيطه لا بتستعبطي، ده انت من القلعه وشاربه من ميتها. يعني فهماني كويس. في ايه يا سمسمه؟ هو انا جايه افضفض معاكي ولا جايه اتقطم بالكلام؟ طب روحي يا شيخ، ولا بلاش، لا تكون ابواب السما مفتوحه وربنا يستجيب مني. روحي ربنا يرجعهولك بالسلامه. يا رب يا اختي، والله العظيم نفسي اغمض عيني وافتح الاقي قدامي. انا مش عارفه بس مين اللي وزه يعمل حاجه زي كده. يا بت انت ايه دماغك متركبه؟ ايه متركبه غلط؟ لو كان بيحبك ما كانش سابك وساب عياله وطفش. هنفضل نرغي كده للصبح؟ بقولك ايه، احنا لازم نشوف حل. خايف؟ بصراحة متقلقش، بكرة هفكرك لما تبقى أهم واحد في المكان ده. شد حيلك يا بطل. لواحد زي ده بلطجي، ده تسميه ايه؟ ها؟ سترك وغطاكي ده ايه؟ ده ما عندوش لا مله ولا دين ولا ضمير. بقول لك ايه يا سمسم؟ انا يا اختي اللي فاهم كفيني، مش ناقصه منك اي كلام. انت قلت لي تعالي هنا عشان نحلها، مش اكتر من كده. ما تقعديش تقطميني بالكلام، انا اللي فاهم كفيني. كفايه نوسه واللي هي فيه، وماهر اخويا اللي خد بعضه وطفش راخ. اعمل ايه؟ اختي واخويا وجوزي، نهار اسود، اعمل ايه يا سمسمه؟ قوليلي. لا حول ولا قوه الا بالله، هي شوطه وشوطه الرجاله ولا ايه؟ وماهر ده طفش يا اختي راح فين؟ والله يا اختي ما انا عارفه، خد بعضه ومشي. ونوسه حبت عيني، قلبها يتقطع عليه، عينيها ورمت من كتر العياط. قالت له مش هتسافر يا ماهر؟ قال لها هسافر يعني هسافر. سابنا ومشي. يا اختي يا خبر اسود ومنيل، هو جرى ايه؟ ربنا يرجعه لكم بالسلامه يا رب. يا رب يا اختي.
بقينا ناولوسه خلاص وحدانيين ولايه من غير راجل. امال انا بقى اقول ايه؟ طول عمري عايشه وحدانيه وسط القلعه وسط الرجاله دي كلها، وفاتحه كمان محل. يا بت، الواحده مننا لازم تبقى قويه. الست مننا لو ضعفت وكعبلت وسط الرجلين بيتداس عليها، ساعتها بس كرامتها هي اللي بتروح. لا يا اختي، الا الكرامه والشرف والعرض. احلى من الشرف مفيش. هتعملي لي فيها يا بنت توفيق الدقن. فايقه ورايقه انت يا سمسم، وبتهرجي كمان. يا بنت، يا بنت، الكرامه ان احنا نحافظ على نفسنا، انا وانتي والبنت نوسه تربيه القلعه، يعني الجدعانه، يعني الشرف، يعني بميت راجل يروح راجل يجي راجل، ربك هو الستار. ايوه بس الاخ ما بتعوضش يا سمسم. عشان كده انا بقولك ربنا يرجعه لكم بالسلام. يا رب يا اختي، ويرجع لي سمير جوزي بالسلام. الهي يخرب بيتك وتكون ابواب السما مفتوحه. انت بتدعي عليا يا سمسمه يخرب بيتك. يا بت، انت مصحياني من الصبح وعمالين نرغي 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 ومش لاقيين حل. انت عايزه ترجعي سمير مش كده؟ ايوه يا اختي كده. شوف البيت ردت ازاي فيها الروح. طب يا اختي، انا بقى هقول لك تعملي ايه. طب قولي يا سمسمه هتعملي ايه. مفيش غير شوقي، هو الوحيد اللي هيعرف يرجعهولك ورجله فوق رقبته. مساء الخير. مساء النور. غرفة 103. يكرم عينك. تفضل. أهلا. حسين، حسين، تاكسي. حسين، ايه يلا انت بتسمعني؟ راح فين؟ معلش يا صالح عشان مخنوق شويه، سيبني دلوقتي. تاكسي. هسيبك ازاي وتاكسي ايه؟ تعال تعال مخنوق، تعال نتكلم مع بعض شويه. تعال. مال تعبان؟ بس استرجل كده يلا. هو انت اول واحد يخسر الدنيا كده يا حبيب اخوك؟ نكسب بخساره. لا يا صالح، انا دنيتي انا خساره بس. مش حقيقي. خدنا انا مثال مثلا. اقعد. انا خسرت بيت ابونا في لعبه قمار، بس ربنا عوض وربنا كرمني واشتريت ارض كبيره وابني بيت اكبر من اللي احنا كنا عايشين فيه كمان. ربنا ابتلاني ومراتي شيرين ماتت، برضه ربنا عوض. وعندي نوسه حبيبتي بتحبني ومستمتعاني. انا ممكن اخسر اي حاجه احسن الا انا اخسرها، او اخسر اي حاجه من اخواتي. صالح انا خسرت كبيره، خسران على طول الخط. خسرت بيتي، خسرت مراتي، خسرت كرامتي يوم ما هربت عشان اخد منك الفلوس. الكلام اللي تقوله ده حسين، انا معاك ان انت خسرت مراتك. خسرت مراتك من ساعه ما خدت فلوس يا حسين عشان تلعب بيها قمار. أنا عايز أروح لهم، أنا عايز أجيب حقي. أنا مش همنعك، روح يا حسين. بس المرة دي مش هتخسر فلوس، هتخسر عمرك. ده ناس مجرمين وبلطجية يا حسين. أنا حاسس إن أنا مش راجل. أنا بحب شوشي. بس ضيعتها بالقمار. أنا عايز أتخانق. ماشي. اتخانق مع أخوك، إحنا نشيل بعض. اضرب فيا، مفيش مشكلة. وبعدين أنت ما خسرتش، أنت كسبت. على الأقل هتحرم لعب القمار ده اللي أنت مضروب بيه. صالح خدني من هنا، أنا عايز أمشي. حاضر يا حسين، بكرة الصبح أروح البنك أخد فلوس وأديها لسوشي، وبعد كده نرجع بلدي. أنا بهدلتك معايا. شفت العبيط؟ يا ده أنا كسبت. أنت حبيبي يا حسين. فين الضحكة الحلوة بقى؟ إيه الضحكة الوحشة دي؟ يا ده بقول لك الضحكة الحلوة بتاع حسونة.